غياب تفعيل القوانين وزيادة حجم البطالة بين صفوف الشباب وعوامل أخرى ساعدت على تنامي معدل الجريمة في محافظة البصرة، بالرغم من الخطط الأمنية والعمليات العسكرية التي تحاول تقويضها والحد منها. معظم هذه الجرائم اللي نجدها الآن وتنامي هذه الجرائم وتنوعها، أنا برأيي غياب تفعيل الكثير من القوانين. صحيح أكو جهود، أكو متابعات من قيادة الشرطة، من الحكومة لربما المحلية والدولية بشكل كامل، لكن الكثير من القوانين غير مفعلة بشكل كامل. البطالة، عدم وجود أمل في المستقبل في بعض في أذهان الشباب، أكيد هذا يدفعهم إلى مثلا تعاطي المخدرات، المتاجرة في بعض الأحيان بأشياء يعني لا تسمح بها قوانين الدولة، وبالتالي فأكيد هذا الأمر يؤثر بشكل سلبي على المجتمع. مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة وبالتعاون مع مجلس البصرة للوقاية من الجريمة ومديرية شرطة المحافظة أقام ندوة علمية ناقش فيها سبل الوقاية من الجريمة وكيفية التقليل من انعكاساتها السلبية لحماية المجتمع. عقد اليوم مركز دراسات البصرة والخليج العربي بالتعاون مع مجلس البصرة لمكافحة الجريمة والتعاون مع قيادة شرطة محافظة البصرة بإقامة ندوة تحت عنوان سبل الوقاية من الجريمة. حقيقة بعد ازدياد ظواهر الجريمة في محافظة البصرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ارتأت محافظة البصرة تشكيل مجلس للوقاية من الجريمة. وبالتأكيد هو يعني إذا نجحت هاي الندوة وطبق ما طرح فيها، هو ما راح يكون هذا الشيء محسوب للبصرة فقط، لكل العراق يعني هذا. يعني قضايا عامة الجريمة مو مشكلة بصرية ولا عراقية، جاي مشكلة عالمية يعني. مستوى الجريمة مهما يكون قليل فهو مؤثر في المجتمع، لكن هنالك تخوف من ظهور جرائم مستحدثة في المجتمع وبدأت أنه تأخذ مداها في المجتمع وتأثيرها في المجتمع، كجرائم المخدرات وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم العنف الأسري واستخدام السلاح في النزاعات العشائرية. تتعدد أنواع الجريمة المنظمة وتزداد اتساعا في محافظة البصرة التي شهدت نزوحا سكانيا عشوائيا من محافظات أخرى، ما شكل خطرا على السلم الأهلي الذي أكدته هجرة العديد من العوائل البصرية بحثا عن ملاذ آمن. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.